bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. اليوم هنا في بريتوريا في جنوب افريقيا طالعين مع الشباب. جونا مع ماهر امس جاي من بوتسوانا دخل على جنوب افريقيا، وانا زي ما انتم عارفين دخلت جنوب افريقيا من جهه موزمبيق. فماهر جاء امس واليوم طالعين مع الشباب دولي من هنا من جنوب افريقيا. تحركنا من الفندق في اتجاه المكان اللي حنروح له ده، اللي ما ادري فين بالضبط، اعتقد نفس المكان رحت امس انا، اللي هو تمثال مانديلا، وعنده هناك يعني قصر الرئيس. جايبين هذه حديقة الظاهرة ومحل سياحي هنا، جايبين في الحي هذا، وجاء هذا الدراج زميلنا جنوب افريقي جايبنا هنا يورينا، عايزنا نشوف من هناك المدخل. اوكي، ما ادري ندخل بالدراجات ولا ايش الشغله. استاذنا من المكتب وقالوا ما في مشكله تطلعوا فوق، يمكن عشان طالعين بدراجات. الو، فبنطلع نشوف ايش في فوق، اكيد محل حلو يستاهل. الو جايز، هذه الحديقة لها تاريخ عندهم في الحرية، والناس اللي قاتلوا عشان الحرية. فهذا المكان مرتفع، تشوف شوف هنا، تشوف المدينة هنا. الحديقة هذه حديقة اليونيون بالاس، قصر الوحدة وتمثال مانديلا. دخلنا من هنا، دخلنا خوينا ذا الجنوب افريقي. Thank you. Okay, Baba, okay. Yeah. Hi. Hi, how are you? I'm good. That's nice. Yeah, this is from Saudi Arabia. Saudi Arabia. Yeah. 800 cc. بوليس والله شكله، هو ذا اللي معانا يشتغل في البوليس. هلو، يشتغل في البوليس هو أظنه، زي ما تقول في الحرس، ولا حرس الملكي، ولا الحرس الرئاسي. المهم إنه وسطة. والله بيوت حلوة هنا، هذا قست هاوس ولا محل بوليس؟ بس حديقة. والحقيقة غدت مثل الخيال. هذا بيته ذا، انه قال بيروح بيته. والله ما ادري، يمكن ساكن هنا، ساكن في السيدة وحبيبي في الحسين.
ضيفنا الرجال الطيب ذا في بيته قهوة وعصير وأكل وذا، ورايحين يعني على خفيف كذا، والآن رايحين لهارلي. كيف المنظر من هنا؟ جينا الهارلي ديفيدسون هنا في بريتوريا، شوف ايش عنده. في شباب هنا جالسين، شكلهم من نفس الفريق والله اعلم. هارلي ديفيدسون بس مقفل الظاهر شكله. هارلي مقفلين، الكافيتيريا مقفلة، والشباب مصرين يقولوا لازم نروح نتغدى.